وللحديث عن سيناريوهات حكم المحكمه الدستوريه بشان مرسوم الصوت الواحد ينضم الينا في الاستوديو استاذ القانون الدستوري الدكتور فواز الجدي حياك الله دكتور اهلا وسهلا حياك الله يعني دكتور اذا تناولنا الموضوع بشكل عام هناك الكثير من التكهنات الكثير من الاقاويل والاجتهادات ايضا هذه الايام حول ما ممكن ان يكون عليه حكم المحكمه الدستوريه بواقع خبرتك يعني قانونيا ماذا تتوقع؟ حقيقة هناك أكثر من سيناريو قد يكون عليه الحكم بالنهاية الطعون مقدمة لها أكثر من نوع هناك طعن انتخابي بحت بمعنى يعني خطأ في الاحتساب الأصوات أو أن أي مرشح يدعي أنه هو الذي يجب أن يحصل على المقعد البرلماني بدل من فلان م. بالتالي هو طعن انتخابي بحت وهناك أيضا طعن وهو الغالب أو السمة الأعم وهو طعن بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد م. وهناك ايضا طعن بعدم دستوريه انشاء اللجنة لجنه الانتخابات وهناك طعن بعدم دستوريه رفع مبلغ التامين الى 500 دينار بالتالي هذه السيناريوهات تتطرق الى اليه وصول المحكمه اليها المحكمه قد ترفض الطعون الدستوريه برمتها وتقتصر على نظر الطعون الانتخابيه وتحدد من حاز على المقعد النيابي ومن لم يحز وقد تذهب الى مساله الحكم بعدم دستوريه مرسوم الصوت الواحد والقول بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد يستتبع وجوبا القول بعدم دستورية إنشاء اللجنة على الانتخابات وعدم دستورية رفع مبلغ ال 500 دينار وهناك أيضا طعن مقدم يحتوي على فكرة لها شقين أو قد تؤول إلى مآلين مختلفين وهو عدم قسم الحكومة أمام مجلس 2009 بعد عودته بإبطال هذا يعتبر من المثالة بالدستورية نعم, م. نعم. نعم. عدم القسم م. وهناك منحية يعني هناك طعن مقدم من بعض المحامين يذهبون الى فكره ان عدم دستوريه الحل ينتج عنه ابطال هذا المجلس القائم حاليا وتحصين الصوت الواحد في فكره طعون بهذه الاليه وهناك طعن اخرى ترى ان لا عدم دستوريه مرسوم الحل يستتبع عدم دستوريه مرسوم اصدار الصوت الواحد وانا اتفق مع هذا الراي الاخر الثاني وان كنت ارى عدم قسم الحكومه من البرلمان ليس سببا لبطلان مرسوم انا شخصيا ارى هذا أه لكن الخلاف واضح بان عدم دستوريه مرسوم الصوت الواحد أه المحكمه امامها ثلاثة توجهات واضحه رفض الطعون عدم دستوريه مرسوم الصوت واحد المنح المتوسط هو عدم دستوريه الحل لعدم قسم الحكومه ان حاولت المحكمه يعني ان تتخذ موقفا وسطا تذهب الى هذا المنح المتوسط الذي قد اختلف معه من ناحيه دستوريه أه أه عدم دستوريه المرسوم واضحه يعني بالنسبه لي وبالنسبه لاغلب يعني الاكاديميين وبالنسبه لاغلب يعني القانونيين ولها اسبابها الكثيره اللي ممكن يعني اذا توقفنا عند اسبابها قليلا دكتور يعني او وضعناها على جنب، اذا لم تحكم المحكمه الدستوريه ببطلان الصوت الواحد امامنا سيناريو اخر وهو انها تنظر بالطعون الانتخابيه، النظر بالطعون الانتخابيه هل يلغي المرسوم برمته ام فقط يعيد الانتخابات من جديد؟ هنا ناتي الى الى مساله انشاء اللجنه العليا وزيادة والزياده 500 المحكمه قد تنظر ان مرسوم الصوت الواحد من أعمال سياسية وان تعديل النظام الانتخابي خاضع فقط لرقابه مجلس الامه وبالتالي يخرج عن نطاق ولايتها وتذهب فقط لان رفع مبلغ 500 دينار غير جائز مثلا وبالتالي يؤدي الى الى بطلان هذا البرلمان واعاده الانتخابات وفق الصوت الواحد هناك بعض الطعون متوجهه لهذا التوجه واضح يعني لذلك يعني الطعون الانتخابية حقيقة ما تفرق يعني يعني ليست محل جدل من حاز على المقعد ومن لم يحز على المقعد هذا أمر يعني أعتقد أنه ثانوي في حجم الطعون الواردة والآن المحكمة أمامها يعني يتضح ضمنيا من تصرف المحكمة بنظر الدعوة لمدة أكثر من ستة أشهر بخلاف نظرها لمدة شهر و عشر يوم عندما طعنت الحكومة يعني يبين حجم التعقيد اللي امام المحكمه حاليا وحجم الطعون يعني تقارب 56 طن أه هذا السؤال دكتور على ماذا استندت الحكومه في هذه الطعون؟ أه حقيقه يعني انا مع احترامي لاخوه في التشريع والزملاء المذكره اللي اللي صاغوها حقيقه غريبه جدا بالنسبه لي. اولا هي مذكره سياسيه بالدرجه الاولى، مذكره سياسيه بالدرجه الثانيه، سياسيه بالدرجه الثالثه، قانونيه بالدرجه الرابعه. بهذا الشكل واضح بدايه عندما اوردوا ذهبوا إلى وضع خطاب حضرة صاحب السمو البلاد كاملا في مذكرة الطعن وهذا أمر غريب يعني وكأن يراد من الفتوى أن تجعل حضرة صاحب السمو يعني سندا لتحسن هذا المرسوم هذا غير صحيح يعني حضرة صاحب السمو هو أول من قال أن المحكمة هي الفيصل بيننا لذلك يعني آآ آآ الذهاب خلف سموه أمر آآ آآ غريب ثانيا أوردت أيضا عبارات فيها أيضا من الغرابة أن مثل حضرة صاحب السمو يعني قالوا هكذا أن هناك خطر داهم على الدولة تنفيذا لتوجيه السامي لحضرة صاحب السمو من البلاد في خطابه سال في البيان لمواجهة كل من الأخطار الخارجية المحيطة بدولة الكويت والتي أشار سموه إلى وجودها صراحة في ذلك الخطاب وإن كان قد أحجم عن الإفصاح. عن تفصيلاتها فهم اوعزوا بخطر متعلق بالامن القومي ما علاقه الأخطار الاقليميه او القوميه يعني بالانتخابات او اجراء صوت الصوت الواحد او الاصوات الاربعه لان حضره صاحب السمو ماذا قال في خطابه ولكن لن نقبل بتهديدات امن الكويت وارهاب اهلها وتعطيل مسيراتها هذا خطاب سياسي يعني حضره صاحب السمو يعني يوجه العامه بشكل عام الفتوى التشريع اعتقد خطا وتزيدا حولت هذا الخطاب ويعني جعلت الأمر عائم غير واضح بأن هناك خطر مدلهم على الأمة بالأمن القومي الخارجي والداخلي لذلك قفوا مع المرسوم كمحكمة بغض النظر عن التفصيلات التي لم يذكرها حضرة صاحب السمو هي ربما لا توجه كلامها للمحكمة لكن ربما تبدي رأيا في هذا الجانب لا دكتور. هي بالنهاية يعني تتذرع ولم تأتي بقانون يعني الحديث كله قانوني أيضا هناك حقيقة في مذكرتها أمر لا يقل غرابة في الدفع الفقرة الثانية في تفصيل الدفاع أولا ذهبت لعدم اختصاص سائر المحاكم ولائيا بما فيها المحكمة الدستورية يعني أنا حقيقة لا أعرف اللي كتب المذكرة في فتوى التشريع ما قرى الحكم الدستوري الأخير اللي أبطل مجلس الأمة وأبطل مرسوم حل مجلس الأمة يعني هل هذا كتابة بدون يعني علم للواقع القانوني اللي وصلنا إليه هذا كلام أقبله بعد قرار لجنه فحص الطعون 81 سنه 81 ما اقبله بعد حكم المحكمه السوري في 2012 لذلك هناك فقدان الاتصال بالواقع بين في التشريع وبين الواقع القانوني في الدوله ايضا ايضا يعني داف يعني دفعوا دفاعا حقيقه هو ضد مرسوم الصوت الواحد بالاتي الان شرط ماده 71 اللي احنا نستند عليها بعدم دستوريه مرسوم الصوت الواحد هو وجود حدث طارئ يستدعي تدخل مرسوم اميري او مرسوم ضروره لمعالجتها فيجب ان يكون هناك حدث طارئ ماذا قالوا في مذكره الدفاع صدر القانون رقم 42 سنه 2006 باعاده تحديد الدوائر الانتخابيه ثم فصلوا التقسيمات غير وانه من خلال الممارسه الفعليه للانتخابات البرلمانيه للفصول التي اجريت فيها الانتخابات وفق القانون رقم 42 لسنه 2006 برز العديد من السلبيات والمثالب المتعلقه بالعمليه الانتخابيه والتي هددت وحده الوطن ونسيجه الاجتماعي. هذا كلام خطير. م. ثانيا هذا هذا القاسم حقيقه في مذكرتهم وبعد الدراسه المتانيه والعميقه وتحقيقا للمصلحه الوطنيه استقر الراي على تعديل نص الماده الثانيه من القانون، بمعنى لم يكن حدث طارئ. لم يكن مرسوم ضروره، هذا امر مدبر اصلا. امر بعد دراسه كانت مستفيرة. دراسه عميقه نعم. وكانت مستفيضه اخذت نعم. الكثير من الوقت هذا ما تريد ان تقوله. طيب دكتور يعني إذا نظرنا الآن وانتظرنا هذه الأحكام من سيسبق من؟ هل ستبت المحكمة في قرار صوت المرسوم الواحد في البداية؟ أم ستكون البداية والأولوية للطعون الانتخابية؟ نحن الآن كشعب كويتي ماذا ننتظر من المحكمة الدستورية؟ أي قضية بالذات؟ حقيقة سؤال جدا ممتاز بداية احنا قلنا هي طعون انتخابية وطعون في مراسيم سواء او طعون اجرائيه المحكمة عندما ضمت جميع الطعون في يوم واحد هذا أمر يدعو للتساؤل بمعنى أثناء نظر الدعاوى كانت الدائرة الأولى والثانية والثالثة تنظر بأيام والدائرة الرابعة والخامسة وتنظر بأيام مختلفة عندما أتى وقت حجز الحكم حجزتهم جميعا للحكم وحجزهم بهذه الآلية للحكم مع بعض وإن كان يعني قد يكون يعني معمول به لكن في طعن الأخير في إبطال مجلس الصوت الواحد أه سوري المجلس 2012 حجزتها جميعا في يوم واحد ورات ان بطلان المجلس سبب لعدم نظر نظر جميع الدعاوى في الطعون الانتخابيه. لذلك مساله ضمهم في يوم واحد يثير تساؤل. اعتقد ان ارادت أن, ان تبطل المرسوم او تبطل العمليه الانتخابيه برمتها لن تحتاج الى ان تقول هذه العباره ثم استتباعا لذلك تسقط جميع الطعون الانتخابيه المقدمه <applause> مثل ما حصل في الطعن الاخير طيب. في مثل يعني. طيب دكتور اذا ذهبنا الى المجلس يعني اقرار مجلس الامه للمرسوم قبل حجز القضيه هل يمكن ان يؤثر هذا على الحكم بشكل او باخر؟ هذه نظريه تسمى نظريه اعمال الموظف الفعلي هي نظريه ببساطه نلخصها كالاتي لو الان موظف مزور شهادته وقام بتصديق نقل ملكية عقار لمدة خمس سنوات في أي وزارة يعني في وزارة العدل ينقل عقار من مواطن إلى مواطن لمدة خمس سنوات ثم اكتشفنا بطلان شهادته بالتالي يعتبر موظف ما حكم هذه التصرفات نجعل هذه التصرفات نافذة باعتباره موظفا فعليا استقرار المعاملات ولمصالح الناس أنزلت هذه النظرية على أعمال المجلس بعد إبطاله بمعنى كل ما يقوم به البرلمان وهو إن كان باطلا نافذ باستثناء هذا الاقرار تقصد مصر. القوانين القوانين نعم لا. القوانين فصل. وهذا قاسوا ما حصل عليه حتى في المجلس السابق بالضبط وهم قاسوا على ذلك وهذا غير صحيح الاقرار المرسوم واحد يختلف آه لذلك اقراره وهو مطعون به الان لا يحصن من الطعن ولا يحصن من عدم الدستوريه بل في المستقبل حتى لو تحول قانون عادي ولو تخيلنا لم يطعن احد ابدا بهذا المرسوم بعد اربع سنوات ثلاث سنوات لو طعن احد بعدم دستوريه قانون الانتخاب الحالي وفق المعطيات الحالية ممكن المحكمة تبطل لعدم الدستورية لأي سبب آخر طبعا لذلك لا الإقرار ولا باعتباره قانون في مجلس الأمة يحصن من نظر المحكمة الدستورية له طيب دكتور أنت أحد يعني مقدم الطعون الانتخابية هذه ما الأسانيد التي استندتم عليها في تقديمكم يعني إليها بشأن عدم الدستورية تحديدا حق حقيقة الأسباب كثيرة جدا 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 لخصها ومتنوعة لكن لخصل. عدم وجود حالة ضرورة هذا اول سبب، ثانيا قانون الانتخاب وقانون انشاء المحكمه الدستوريه هذا النوع من القوانين تسمى قوانين الاساسيه للدوله، تاتي مكمل للدستور لارتباطها الوثيق في النظام السياسي في الدوله، لذلك احنا فرضنا يعني ضربنا فرضيه للمحكمه الدستوريه، قلنا تخيلوا لو صدم مرسوم ضروره ما يعمل شيء فقط يسحب اختصاصكم يا محكمه دستوريه من نظر الطعون الانتخابيه. ما حكم الامه الا تستطيع الطعن بهذا المرسوم؟ لذلك التدخل باختصاص المحكمه الدستوريه يجب ان يكون بقانون كما ان التدخل باعمال مجلس الامه يجب ان يكون بقانون مجلس الامه هو السلطه المراقبه للسلطه التنفيذيه ولو اعطينا السلطه التنفيذيه هذا الامر يعني لجاز لها ان تغير كيف ما شاء ثانيا النظام الدستوري الكويتي ترى يفترض وجود اغلبيه نيابيه في مجلس الوزراء وهذا غير معمول به لكن دستوريا لنتخيل لو ان اغلب الوزراء من اعضاء مجلس الامه وتم حل مجلس الامه او تم انتهاء فتره الاربع سنوات وخلال فتره شهرين اصدروا مراسيم حل بتعديل النظام الانتخابي سيقومون بتعديل النظام الانتخابي وفق مصالحهم بالنهايه هم اعضاء وسيخوضون انتخابات بعد شهرين لذلك هذا الامر مرفوض يعني يجب ان المحكمه تعي ان احنا وجود وزير واحد محلل هو استثناء من الاصل العام م. وهو وجود اغلبيه نيابيه لذلك أعطاه هذه المساله ابدا امر مرفوض ومسلم فيه في جميع الانظمه، يعني حتى اعتقد كتاب دكتور سيد صبري في 56 مو الان 56 يرفض رفضا قاطعا بان ان يتم تعديل نظام انتخابي في في مراسيم الضروره او قرارات الضروره. هناك حاله واحده على يعني اساس للعلم تفضل حاله واحده فقط ممكن ان نتقبل ان يعدل قانون الانتخاب بمرسوم ضروره. واحده. وهو ان تحكم المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه قانون الانتخاب. لاي سبب؟ هنا نكون امام حاله بطلان من المحكمه وامام قانون باطل. لن يقوم يعني ما يصير ان يترشح الناس في قانون باطل. هذه الحاله الوحيده اللي ممكن يجوز للحكومة أن تأتي وتضع مرسوم ضرورة للاستحالة المادية وتعد النظام الانتخابي من وجهة نظر قانونية بحتة نعم. وشخصية أيضا دكتور فواز الجدعي ماذا يتوقع؟ أنا حق هذا السؤال أول مرة يطرح علي بشكل لكن أتوقع إن شاء الله أن إبطال مرسوم الصوت الواحد نسبة 60% وال40% إبطال هذا المجلس بالنهاية 100% من هذا لن يستمر لأسباب قانونيه بحته اما ان تذهب الى عدم سيرة مرسوم الصوت الواحد او ان تذهب الى عدم آآ آآ يعني صحه اجراءات حل مجلس تسعه او عدم صحه اجراءات إضافة مبلغ 500 دينار أو إن شاء الله حتى وإن كان الدعم بمشروع الصوت الواحد الآن متبنى وبشكل كبير جدا خاصة فيما يتعلق في في الجمعيات وفي حتى المجلس البلدي الآن الاتجاه بشكل عام ومن الحكومة خاصة ومساعدة البرلمان الحالي باتجاه الصوت الواحد طبعاً أنت أسقط مذكرة الحكومة على م. الواقع هم بالنهاية هذا كله حملة تأييد تدعين. سياسية وتدعيم لمرسوم الصوت الواحد وما هكذا تدار الدولة م. طيب أستاذ القانون الدستوري الدكتور فواز الجدعي شكراً جزيلا لك على قبول الدعوات شريفك لنا هنا في الاستديو الف شكر